باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. يسعدني ويفرحني أن نبدأ معاكم افتتاح نهضة صوم الست العذراء. فخر البشرية كلها فعلا فيها يحلو المديح، هي نفسها رغم تواضعها الجم ورقتها العجيبة لكن قالت هوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. نعم جميع الأجيال تطوب العذراء، حتى غير المسيحيين يطوبونها، فهي أم المخلص، كلية الطهر والقداسة، هي الأم الحنون، هي الحمامة الحسنة، رمز العفة والنقاء، رمز الحب والوفاء. كل فضيلة ممكن نتخيلها تجملت بها السيدة العذراء، عشان كده ينطبق عليها ما جاء في أسفار الحكمة: نساء كثيرات نلنا كرامات ولكن أنت فقت جميعهن. لها محبة كبيرة في البشرية، فهي فخر البشرية، ولها إطلالة بهية. طلة واحدة من الست العذراء بتقلب الدنيا، والكلام ده احنا شفناه بقى عندنا في مصر فأكتر من مرة، آخرها كان الظهور اللي حصل في الأبروشية عندنا في كنيسة العذراء. طلة واحدة قلبت العالم كله، جعلت الأنظار كلها مرفوعة إلى السماء، مجرد انتظارها والنظر إلى فوق رفع القلوب إلى فوق ورفع الحواس إلى فوق، فحصل نوع من الصفاء الروحي والنفسي لكل الشعب والشعوب المجتمع حولها وقتها. فيها يحلو المديح ولا نمل منه، بل بالعكس نستقبل صومها وأعيادها بالفرح، أحيانا من غير ما نقول لحد تعالوا الكنيسة تعالوا النهضة، تلاقي الناس من نفسها كده هي اللي إيه جاية، في جاذبية روحية بتشدهم للعذراء. تمجدها جميل، أنا بحبها الترتيلة اللي اتقالت ديت، يقول يلي فيكي دايما بيحلو المديح. ما أجمل الألحان الخاصة بالست العذراء. أنا شخصيا أحب ألحنها في التسبحة، في سقوطقية الأحد، لحن شيريني ماريا من الألحان الجميلة، ولحن سيموتي. الواحد حتى لو مكسل يقول يجي في الوقت دوت ويلاقي مشاعره بتتحرك ويسبح بحماس.
لأن فيها يحلو المديح لمكانتها كأم المخلص ولسماتها الشخصية من أمومة وحنان وطهارة ونقاء وشفاعة قوية. المخلص جاء منها فصارت هي أم المخلص، وبالتالي كل البركات اللي نالتها البشرية بنعتبرها جاءت عن طريق السيدة العذراء، فصارت فخرنا وصارت شفيعتنا وصارت ملجأنا حينما نكون في ضيقة أو شدة، أو حينما يكون لنا طلبة ونرجو أن تعضد هذه الطلبة بشفاعة قوية، فلنجد أمامنا أكثر من العذراء بشفاعتها القوية المقبولة. هي مصدر البركات كلها، لأن اتولد منها ربنا يسوع المسيح وحقق لنا الفداء العظيم واتحد بطبيعتنا، ونقول له باركت طبيعتي فيك. عشان كده الست العذراء بنسميها في التسبحة معمل الاتحاد، حصل فيها اتحاد اللاهوت بالناسوت، هي معمل الاتحاد. السنة دي فيه صلي شوية، ما كانش قبل كده عندكم كده. اتحسدتوا؟ من خلالها ربنا يسوع المسيح جه وحقق الخلاص، وصارت بركات الخلاص استحقاق لكل من يؤمن بالمسيح له المجد. هذه البركات من مغفرة ومن نعمة ومن مواهب ومن ثمار، وكل أنواع البركات بقت متاحة للبشر، ولكن كيف نحصل على هذه البركات؟ توصل لنا ازاي؟ كيف نحصل على بركات الخلاص؟ المسيح خلصنا وفدانا، ازاي نحصل على هذه البركات؟ في القداس البسيلي لو تاخدوا بالكوا، الكاهن لما بيصلي في جزء معين يقول ايه؟ تجسد وتأنس. وعلمنا طرق الخلاص او وسائط الخلاص. تجسد وتأنس وعلمنا طرق الايه؟ الخلاص، او وسائط الخلاص، يعني الطريقة اللي ناخد بيها الايه؟ نستفيد بيها بالخلاص اللي المسيح حققه لنا. هو اللي حددها، حدد الطرق تكون ازاي.
زي بالضبط في مصر عندنا نهر النيل، كل الشعب المصري يشرب منه، لكن ازاي توصلوا المية؟ المية ده هي توصلوا ازاي؟ هل كل واحد في آخر الدنيا كل ما يعطش ولا يحب يستخدم المية في النظافة وفي الطبيخ ولا في أي حاجة هيوصل لنهر النيل وياخد، أو عايزين يرووا الأراضي فيعملوا إيه؟ عشان تتروي الأراضي وتثمر بمياه النيل فعملوا توصيلات توصل المية من نهر النيل لغاية الأرض اللي هتتزرع من خلال ترع وقنوات يمشي فيها المية، بحيث اللي عايز يروي يفتح القناية المية تدخل. بالنسبة للشرب في خزانات كبيرة يسموها الصهاريج، ما اعرفش هيكتب الصهاريج ازاي. بحيث في مواسير بتتوصل للبيوت، واصبح الطريقة اللي نحصل بها على المية معروفة لكل الناس، في محبس وفي حنفية، أفتح الحنفية أحصل على المية. فإذا المياه متاحة، بس في وسائل بتوصل لنا بيها. الدولة حددتها وقننتها، مياه النيل دي للشعب، تتوزع ازاي؟ في قواعد الدولة نظمتها سواء للزراعة أو سواء للشرب، وفي عدادات وفي مواسير وفي توصيلات بصورة رسمية. حتى لو مش النيل أو برضو المياه عندكم هنا، مش في عدادات برضو هنا وفي مياه متاحة لكن ليها قواعد. ربنا يسوع المسيح له المجد، وهو مصدر كل البركات، وهو الذي حقق لنا هذه الاستحقاقات. هو اللي حدد الوسائل والقنوات والطرق اللي بيها نحصل على بركات الخلاص اللي حققه وبركات تجسده من خلال الأسرار. الحكمة بنت بيتها، نحتت أعمدتها السبعة، كتاب يقول كده. من هو أقنوم الحكمة؟ هو المسيح له المجد. بنت بيتها، نحتت أعمدتها السبعة. إذن بيت الحكمة اللي هو بيت الله مبني على أعمدة سبعة، الكتاب قال كده. هو اللي حددها، هو اللي علمها، عشان كده ملتزمين بيها. محدش يقدر يقول لا الطريقة دي ما تنفع، لا يبقى انت ما بتؤمنش بالمسيح اللي يقول، ليناقض اي امر ربنا يسوع المسيح حطه، يبقى كده يعني بيعترض عليه شخصيا. هذه الأعمدة السبعة هي ما تعرف بأسرار الكنيسة السبعة،
وتلاحظوا ان رغم ان في طوائف عديدة في المسيحية جاءت لاحقا طبعا في العصور الاولى ما كانش كده، الا ان كل الكنائس التقليدية التي تحترم التقليد وتؤمن به، تؤمن بالأسرار السبع. الكنائس التقليدية أولها كنيستنا الأرثوذكسية بالعائلة بتاعتها، تشمل الأقباط والسريان والأرمن والأحباش والأريتريين، وحتى الكنائس البيزنطية وهي كنائس عديدة في العالم، حوالي 15 رئاسة كنسية، رومانيا وروسيا واليونان والصرب وغيره وغيره يعني، وكل معظم أوروبا الشرقية. وهي كنائس ليست في عائلتنا، في اختلاف بيننا وبينهم، إلا أنهم أيضا يؤمنون بالأسرار السبعة. الكنيسة الكاثوليكية وهي أيضا نختلف معها في بعض الأمور اللاهوتية، إلا أننا برضو نيجي عند الأسرار السبعة ونتفق أن الكنيسة لها أسرار سبعة، لأن ده تعليم مخلصنا. لا يشز عن هذا إلا الكنائس غير التقليدية اللي هي بتعتمد الإنسان هو مرجع نفسه، لو مسكنا كل سر من هذه الأسرار على عجالة. أنا عرفت إنها هتكون من ضمن البرنامج بتاع النهضة، إنكم هتاخدوا بعض الأسرار بالتفصيل، لكن إحنا ممكن ندي فكرة مجملة عن الأسرار الكنسية. طب إحنا بنقول أول سر هو إيه؟ سر إيه الأول؟ المعمودية. جبناه منين؟ أولا ربنا يسوع المسيح نفسه أسسه وتعمد، وهو اللي قال بنفسه وحد اذهبوا إلى جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. وحدد المعمودية تبقى إزاي؟ من آمن واعتمد خلص، ومن لم يؤمن يدن. يبقى إذن الوسيلة التي ننال بها الخلاص المدخل، لازم نآمن. وإيه؟ مين اللي قال كده؟ هو ده قال أكتر من كده، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. طب إذا كان صاحب الشأن قال كده، هل أجرؤ أنا أو غيري نقول لا بلاش معمودية، ممكن الواحد ما يتعمدش، مش لازم مية، مش لازم؟ لا، لأن هو صاحب الشأن قال كده، فطالما أؤمن به أؤمن بكلامه. نيجي لسر الميرون، كتاب نفسه
قال لكم مسحة من القدوس. وكان الرسل الأول يعطوا الروح القدس للي بيتعمد بوضع الأيادي، لكن بعد كده لما العدد كتر فعملوا الميرون بالطريقة اللي كان بيتعمل بيها المسحة المقدسة حتى في العهد القديم، وحطوا عليها الأطياب بتاعت ربنا يسوع المسيح والحنوط اللي اتدفن بيها في القبر، وصلى عليها الآباء الرسل، وأصبح سر المسحة تسهيلا للمؤمنين يعطى بواسطة الآباء الكهنة. إن كان في الأول السر ده من اختصاص الدرجة الأسقفية الرسولية، لكن من عهد الرسل بدأ كده أن الرسل يصلوا ويقدسوا هالزيت بالخميرة اللي موجودة، هم لهم حق الصلاة عليه وتقديس الزيت، لكن يسمح للكهنة ان هم يرشموا الناس بزيت الميرون عشان محدش يتعطل، لان عدد الأسقفة بالنسبة للناس طبعا مش هيلحقوا، فالأسقفة يصلوا على الزيت ويتوزع في الكنائس والكهنة ايه يرشمه. سر التناول، كلكم عارفين ربنا يسوع المسيح عمل ايه في خميس العهد، وقال اصنعوا هذا لذكري، وجي في يوحنا 6 شرح بالتفصيل هذا السر، الجسد مأكل حق ودمي مشرب حق، من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. يعطى لمغفرة الخطايا ويعطي حياة أبدية لمن يتناول منه. طب إذا كان ربنا يسوع المسيح بنفسه أو بنفسه قال جسدي مأكل حق وقال دمي مشرب حق، من يجرؤ ويقول إنه لا ده مش حقيقي؟ مين اللي وضع السر ده هنا؟ هو، مش احنا، مش اختراعات بشرية، عشان كده ملتزمين بيه. دي كلها قنوات اللي بتوصل لنا بيها بركات الخلاص اللي حققه. الواحد ممكن بعد ما بيتعمد بيدهن بالميرون ويتناول، بعد كده يكبر شوية في الدنيا تحصل بعض الضعفات وارتكب خطيتين، طب يعمل ايه؟ هيتعمد تاني؟ لا، المعمودية مرة واحدة بس، لأنها موت مع المسيح والمسيح مات عنا مرة. فعشان كده ربنا بحكمته الإلهية ومعرفته بينا كخالق عالم بكل شيء وحكيم وحنون، رتب لنا أن يبقى فيه سر الاعتراف. الاعتراف ده لمين؟ ادى السلطان للتلاميذ ومن يخلفهم،
نفخ في وجوههم وقال لهم: من غفرتم لهم خطاياهم تغفر لهم، ومن أمسكتموها عليهم أمسكت. وجي القديس يوحنا الحبيب يقول: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل اسم. يقول لي: طب من اعترف لربنا؟ يرجع الكتاب يقول: اعترفوا بعضكم على بعض بالزلات. على بعض يعني على انسان زيك. واحد يقول: طب خلاص هشوف اخد اي انسان تاني. نقول له: لا، ده لازم مش اي انسان، حد من اللي يكون ربنا اداهم السلطان، ان قال له: من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم، ومن امسكتموه عليهم امسكت. مين اللي حدد النظام ده كله؟ هو لاجل خلاصنا احنا، عارف احتياجاتنا. يجي الواحد ممكن هو في الحياه البعض يصاب بمرض ولا حاجة، وأحيانا يكون المرض بسبب بعض الخطايا كمان، في بعض الخطايا تجلب الأمراض. فورد في إنجيل معلمنا مرقس إن التلاميذ كانوا بيدهنوا المرضى بزيت. إنجيل معلمنا مرقس قال كده. وجي القديس يعقوب الرسول اللي هو احد التلاميذ الاتناشر، واللي هو ابن خالة ربنا يسوع المسيح بحسب الجسد، قال: أمريض احب بينكم؟ فليدعو قصوص الكنيسة ويصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب، وان كان فعل خطية تغفر له، وصلاة الإيمان تشفي المريض. اللي هو سر إيه؟ مسحة المرضى. الكلام ده موجود فين؟ اتعلمناه منين؟ كله من الكتاب المقدس وتعليم ربنا. المعمودية هو اللي قال عليها. السر حلول الروح القدس أو المسحة المقدسة في الكتاب المقدس. الاعتراف، التناول، مسحة المرضى. طيب حد الولد والبنت كبروا وبعدين حبوا بعض وعايزين يتجوزوا، هيتجوزوا من نفسهم كده؟ لا، الزواج في المسيحية سر مقدس، ما هوش مجرد مشاعر بين اتنين حبوا بعض الحب يجمعهم وبس، ما ينفعش. ما هوش اتفاق مدني كده يروحوا يعملوا عقد مدني او عرفي او في الدولة، ما ينفعش. لان هو نفسه قال: ما جمعه الله لا يفرقه إنسان، لا يكون الإثنان إثنين بعد بل جسدا إيه؟ واحد. ده مين اللي بيقول كده؟ ربنا يسوع المسيح له المجد. وهو بنفسه أول معجزة ذكرت عنه في الكتاب كانت معجزة تحويل الماء لخمر في عرس قانا الجليل. قدس سر الزيجة بنفسه. عشان كده احنا في كل طول صلاة الإكليل نقول: يا الذي بارك في عرس قانا الجليل الآن أيضا بارك. وقال: يترك الرجل أباه وأمه يلتصق بامرأته يكون الإثنان جسدا واحدا. إذن ليس بعد إثنان بل جسد واحد، والذي جمعه الله ليفرقه إيه؟ يبقى مين اللي بيجمع هنا؟ يبقى سر مقدس.
طيب الأسرار دي كلها أو البركات دي كلها عشان ناخدها، هناخدها إزاي؟ أي حد هو من البداية خالص له المجد راح مختار 12 تلميذ، وبعد كده خد 70 رسول وتلمذهم، ووكلهم بقوا وكلاء عنه، وأعطاهم السلطان أن يكونوا خدام ويخدموا خدمة المصالحة وخدمة الكرازة. إذا مش كل حد، مش كلنا ملوك وكهنة، كلنا ملوك وكهنة بالمعنى العام، كل واحد ملك على نفسه وعلى حواسه، وكاهن يرفع ذبيحة التسبيح صلواته الخاصة، ده بالمعنى الخاص أو بالمعنى العام، يعني بمعنى أصح اللي هو الكل يشارك فيه. لكن كهن بالمعنى الخاص لا، اختار 12 واختار 70، وبعدين حط شروط. بعد كده الكتاب حط شروط، مين اللي يبقى كاهن، مين اللي يبقى أسف، مين اللي يبقى شماس، صفاته ايه، يجب ان يكون ايه، ده كله في الكتاب موجود وانتوا عارفين. عشان كده نسمي سر المعمودية: إن كان أحد ليولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. نسميه باب الأسرار اللي منه بندخل ملكوت الله. اوعوا تفتكروا في السماء وبس، ده حتى على الأرض. الكنيسة هنا كسفارة للسماء. تعرفين لما تروحوا سفارة أي بلد في أي دولة وتدخلوها كأنكم في الدولة اللي السفارة تابعة لها، فأي واحد مش متعمد ويدخل الكنيسة لا يمكن أن ينال أي بركة من بركات الكنيسة. لو هيجي عايز يتناول مش هنناوله، عايز يترشم بالميروم مش هنرشمه، عايز يتجوز مش هنجوزه، ومش هيترسم كاهن بالطبع. فهو باب الأسرار اللي بيه ممكن ندخل لبقية الأسرار كلها. نيجي للتناول، نلاحظ ان كل الأسرار اللي بتتم دهيت لازم تقترن بسر التناول. اللي هيتعمد لازم يتناول، يوم ما هيترشم بالميرون هيتناول، يوم كان حتى الجواز الزواج لما الناس تحب تتجوز كانوا يجوا في القداس، فدلوقتي بيجوا يحضروا القداس الصبح وبعد كده حتى بيجوزوهم بعدين، لكن لازم يكونوا حاضرين القداس ويسبقوا استعداد. أي رسمات كهنوتية لازم في القداس. ويجي الأسقف لما يرسم كاهن في الآخر ياخد الجزء اللي بيبقى فيه الإسباط يكون مكانه من الذبيحة ويحطه بين إيديه، والكاهن يحط إيد تحت وإيد فوق فوق إيد الأسقف ويقول الاعتراف الأخير. إذن الرسامة الكهنوتية مرتبطة بسر الإفخارستية، عشان كده بنسميه سر الأسرار. المعمودية باب الأسرار، التناول إيه؟ سر الأسرار. كل الأسرار دي لا تتم إلا بسر إيه؟ الكهنوت. عشان كده نسمي سر الكهنوت
تاج الأسرار. في منها أسرار ما تتعادش أبدا، وفي أسرار تتعاد. المعمودية تتعاد ولا ما تتعادش؟ ما تتعادش، إلا لو مش في الكنيسة الأرثوذكسية. عشان كده لما بيجي حد من كنيسة تاني حتى لو متعمد فيها لازم نعمده، لأن المعمودية مرتبطة بالإيمان، فبحسب الإيمان الأرثوذكسي. خدها بحسب الإيمان الأرثوذكسي ولا لأ؟ فلو مش بحسب الإيمان الأرثوذكسي بنعتبرها باطلة بالنسبة لنا، لازم يتعدى الأعمال. لكن الواحد متعمد أرثوذكسي في كنيستنا في العائلة بتاعتنا يبقى لا ما يتعمدش تاني. الميرون يتعد؟ ما يتعدش برضو الميرون. عشان كده برضو في ناس يقولوا ايه، طب ما نعيدش المعمودية ونعيد الميرون. طب اشمعنى؟ طب ما اللي ينطبق على المعمودية ينطبق على الميرون. لا المعمودية تتعاد ولا الميرون تتعاد، لكن لابد أن يعاد في حالة لو من كنيسة أخرى غير أرثوذكسية. لازم تتعاد المعمودية، أو مش بنعتبرها إعادة هنا، ما هيش إعادة، تعتبر كأنها هي المعمودية الأولى لي والميرون كذلك. طيب التناول، السر ده بناخده مرة ولا مرات؟ أكتر سر ناخده التناول، ده سر متكرر. يبقى المعمودية مش متكررة، الميرون مش متكرر، التناول إيه؟ متكرر. الاعتراف متكرر، مسحة المرضى متكررة، الجواز الجواز إيه؟ تأبيدة. الجواز ايه؟ تأبيدة. ربنا يخليكوا لبعض وما يتكررش خالص. هي بتبقى مرة الا في حالة طبعا الوفاء او غيره اللي يحب، لكن بيفضل ان لو يلبسوا كذا. لكن يعني مرتبط بضوابط. الكهنوت يتكرر؟ بالنسبة للدرجة الواحدة ما يتكررش، لأن الكهنوت سمة لا تمح. حتى لو لا قدر الله لو أحد من درجات الكهنوت اتحكم عليه، خد حكم وبعد كده حبه يرجع تاني، لو رجع ما تتعادش رسامته، لأنه سمة لا تمحى. في أسرار لازم الكل ياخدها، وفي أسرار مش لكل أحد. المعمودية الكل ولا مش الكل؟ الميرون صحصحوا معايا. التناول الكل. الاعتراف، مسحة المرضى، وممكن واحد ما يعياش، ممكن يعني ممكن ياخده ممكن ما ياخدوش، لكن هو متاح للكل في حالة إذا مرض. يعني الزواج الكل ولا مش الكل؟ سر الزيجة الكل ولا مش الكل؟ مش الكل، أنا ما خدتوش. طب الكهنوت مش الكل برضو، لكن الكنيسة ككل لا تستغنى عن السبع أسرار. واحد يقول لي طب اشمعنى سبعة؟ ليه ما زادوش عن سبعة؟ أو ليه ما يقولوش عن سبعة؟
ليه ما يزيدوش عن 7 وليه ما يقلوش عن 7؟ اولا انتوا تلاحظوا او زي ما قلنا ان ربنا هو اللي حددهم. وبعدين لو قعدنا نسرح ونفكر نقول طب عايزين نزودهم اكتر من 7، تفتكروا محتاجين حاجة اكتر منهم؟ هل تشعروا ان في حاجة ناقصة؟ لا. فهو دي بتحقق كمال النعم وكمال الطرق اللي ناخد بها البركات. طب هل ممكن نخليهم أقل من 7؟ في سر منهم ممكن نستغنى عنه؟ لا برضو. فشوفوا حكمة ربنا، الحكمة بنت بيتها ونحتت أعمدتها السبعة. ودي الوسائل والوسائط والطرق التي ننال بها الخلاص، اللي هي لما تصلوا في القداس ونقول تجسد وتأنس وعلمنا طرق الخلاص، تيجي في ذهنكم على طول ايه هي طرق الخلاص؟ الأسرار السبعة لكنيستنا المقدسة. دي يعني فكرة سريعة، أنا ما تعمقتش في كل سر، لكن حبينا ندي فكرة عامة عن الأسرار الكنسية. ونترك بقى، مش هكون معاكم أنا في النهضة السنة دي، لكن هنسيبها للمتكلمين اللي هيجوا ممكن يكلموكوا في بعض الأسرار. ودلوقتي نجاوب بعض الأسئلة. يقول هل الآية التي تخص الأسرار الحكمة بنت بيتها ناحيه أعمدتها لها تفسير آخر؟ لأن الكتاب في العهد الجديد لا يتكلم عن 7 أسرار بالتحديد، وإن الآية دي ذكرت في العهد القديم. العهد القديم نبوات على العهد الجديد، هي ذكرت على كنبوة على العهد الجديد. العهد الجديد ما تكلمش عن 7 أسرار، ما قالش ان الاسرار 7 كده، لكن في المضمون قال. ممكن احيانا تتقال في المضمون مش لازم في يعني لما اقول هديك دوت وهديك ده وهديك ده من غير ما اقول اديت سبع حاجات. انا هدي الصليب، خد الصليب، خد ده، خد دي، خد ديت. اديت اللي قدامي 7 حاجات من غير ما اقول له انا اديتك 7 حاجات. هل ده ينكر انه خد 7 حاجات؟ ما هو لو عد انا خدت وايه هيلاقيهم 7. مش لازم اقول له خلي بالك بقى انا اديتك كام، 7. لا، يعني المضمون اللي اتاخد اللي خدناه 7. وكل السر انا قلته لكم، قلت لكم الشواهد بتاعته. ماذا لو انسان يعيش كويس في حياته الروحيه ما عدا خطيه واحده مهما حاول مش بيقدر يتغلب عليها؟ مهما حاول ومهما طلب معونه من ربنا وساعات بيحس بيأس، يعمل ايه؟ هو الكتاب يقول لنا ربنا يسوع المسيح، اذكر من اين سقطت وتب. دايما لازم نعرف من اين تأتي السقطة، من اين تأتي السقطة.
مش مجرد ان هطلب المعونة وانا سايب نفس الاسباب اللي بتيجي اللي بسقط بسببها او بضعف بسببها تكون موجودة. فلازم يكون لي عمل. فايدة سر الاعتراف ان بيساعد الانسان بالحديث مع اب اعترافه ان يقدر يشخص الحالة وازاي بيسقط او بيضعف هنا. والمثل بتاعنا المصري المعروف، الباب اللي يجيلك منه الريح سده والسريح. فلازم الواحد يكون له دور عملي، مش مجرد أطلب معونة وأنا برضو اللي فيه لا، لازم الواحد يكون له دور عملي إنه يتجنب الأسباب اللي بتخليه يقع. قدسك قلت إن لم نعمد من الماء والروح لندخل ملكوت السماوات. ما موقف يعني فئة معينة من هذه الآية لن يدخلوا ملكوت السماوات؟ ربنا اللي قال مش أنا. يعني تفتكروا ربنا هيقول إن كان أحد يقول من الماء والروح وأنا أقول له لا حرام دول يدخلوا؟ أنا مال أنا؟ هو صاحب الشأن قال كده، إن كان من آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدن. أحيانا إحنا الحقيقة بنعمل نفسنا كأننا أكثر شفقة وأكثر حنانا وأكثر اتساع أفق من المسيح له المجد نفسه أكثر من الله، ونحتج عليه. طب ودول ذنبهم إيه؟ دول ما تعمدوش يعني ما يدخلوش؟ ما حدش منع حد إنه يؤمن ويعتمد. الإيمان متاح قدام الجميع، من آمن واعتمد خلص. المعمودية مرتبطة بالإيمان، فطالما ما تعمدش يعني ما أمنش، فإزاي هيبقى مع الله وهو مش بيؤمن بيه؟ إزاي يبقى هو مع المسيح وما بيؤمنش بالمسيح؟ فطبعا إحنا ملتزمين في إيماننا وفكرنا، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. صاحب الشأن قال كده، ما أقدرش أقول غير كده. سر مسحة المرضى، ما هي قوته وفعاليته؟ هل الشفاء فقط أو فقط للبركة؟ سر مسحة المرضى أو أي سر مرتبط بالتوبة لازم يصحبه توبة واعتراف. على اعتبار في أحيانا زي ما قلت لكم بعض أمراض بتأتي نتيجة سلوك خاطئ أو خطية معينة، فهنا بتبقى في فرصة لما الإنسان بيقدم توبة عنها ويصلى عنه ويدهم بالزيت إنه يخف. يقول وصلاة الإيمان تشفي المريض. إحنا بنطلب، ولكن يبقى الأمر في إيد ربنا، إن في صلاة في صلاة القنديل نفسها الكاهن يقول فيها لكن إن كان إرادتك يا رب إنك تاخده فيعني خده بسلام وكده، مش شرط. فيعني إحنا بنطلب ولازم يكون بإيمان، فممكن الإنسان بالفعل يشفى. الحد الأدنى إنه بيقدم توبة في السر دوت وبيقر إن أنا فعلا غلطان وخطاياي جلبت لي المرض دوت، فعلى الأقل بيبقى فيه شفاء روحي إن لم يكن جسدي أيضا. لكن
ربنا احيانا بيبقى له حكمه في بعض الامور. القديس بولس الرسول اعطي شوكه في الجسد وطلب 3 مرات يطلب، وربنا ما شفهوش، قال له تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل. هل لانه كان شرير؟ لا، ما ابعد احكام الله عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء، لكن اللي علينا بنعمله. ما هي حياة التدقيق التي طلبها منا ربنا حين جاء في الكتاب المقدس أن نسلك بالتدقيق كحكماء لا كجهلاء، مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة؟ التدقيق معروف، أي واحد في شغله يقول ده مدقق في شغله. يعني إيه مدقق في شغله؟ يعني واخد باله هو بيعمل إيه، واخد باله هو بيعمل ايه، شغله مظبوط، بيهتم بكل حاجة، بيبقى حريص انه ما يغلطش في حاجة، حيث ما يعمل ترابيزة زي كده يظبط المقاسات ويظبط ايده، يبقى حريص انه تطلع مظبوطة ما يغلطش. فوقته كله هتبص تلاقوه مثمر، اللي بياخد لباله من حاجة تطلع مظبوطة، تتباع كويس، تمشي وهكذا. لكن ما عملهاش بدقة تطلع وحشة، هتبوظ بسرعة، أو مش حدش هيشتريها، أو هيضطر يفكها ويعمل واحدة تاني، ويعالم هتتاح له الفرصة أنه يعمل تاني ولا لأ. فالسلوك بتدقيق حاجة يعني واضحة، مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. فالواحد يكون حريص في كل عمل يعمله أن يكون مظبوط ماشي حسب كلام ربنا. أصابني مرض كانسر، ألف سلامة. هل هو عقاب من الله أم افتقار منه لينا ليتمجد الله بالشفاء؟ يعني أنا بحب دايما، ويمكن قلت لكم قبل كده، في كلمة بتوع زمان يقولوها تنم عن تقوى وخشوع، يقول وثقة في محبة الله. أما الواحد يدخل في تجربة ولا سيما تجربة مرض، كان يقولوا افتقار ورحمة، افتقار ايه؟ رحمة مش عقاب، عشان نقول يا رب، ويبقى الواحد مستعد. حتى لو الواحد تعبان في الجسد شوية، يكفي انه يبقى مستعد روحيا، يبقى على تواصل دائم مع ربنا، وبكده يبقى يعني خلاص نفسه مضمون أكتر. لماذا ينجح الشيطان في جذب الناس إلى الشر بهذا المقدار؟ حتى إن الكتاب قال قليلون الذين يخلصون وكثيرون يعني هو بيتكلم على هنا. ربنا خلق الإنسان وكرمه بالحرية، الحرية دي ليها ضريبة، خلي الإنسان هو اللي يختار يبقى كده أو كده. الشيطان كلما بيحاول أكتر، ربنا عادل فنعمة ربنا بتزيد أكتر، ويبقى الإنسان في الآخر حر الإرادة. في حتة حلوة أبونا بيقولها في القداس، بس يمكن بتتقال سرا شوية، يقول حيثما كسر الاسم تكسر هناك النعمة. ودي بنلاحظها،
كل ما الشر والعوامل اللي بتدفعل البشر للخطية بتبقى محيطة أكتر، تلاقوا ربنا بيدي نعمة أكتر، بتعمل نوع من التوازن، وفي النهاية بيبقى الإنسان بيختار بحريته. أنت بالعذر أيها الإنسان، هيقول ده النت والقنوات الفضائية ومش عارف ايه، نقول له طب ما نفس النت والقنوات الفضائية بقت مليانة حاجات روحية برضو، كل حاجة بتتعمل ربنا بيدي نعمة في المقابل، بقى في أماكن للعبادة موجودة، أماكن للأنشطة، فرصة للي عايز يتناول كل يوم، في كنائس مفتوحة كل يوم بالقداسات والصلوات، الكلمة ربنا والتعليم الكنيسة بقت متاحة في الكتب وفي الشرايط وفي على كل الوسائل اللي موجودة، لكن الإنسان هو اللي بيختار. ما نلومش دايما على الشيطان يا جماعة، اللي هيجيب السبب على الشيطان عمره ما هيتصلح. الشيطان ما بيغصبش حد على حاجة، ممكن يغري، لكن يقول له ربنا قال لقايين عند الباب خطية رابضة وأنت تشتاق إليها، ولكن أنت ليك السلطان إيه وأنت تسود عليها. يعني في رغبة موجودة، لكن وأنت يعني إيه تملك أن تقول لأ. كل سنة وأنتم طيبين، وأكرر أن سعيد أن أبدأ معاكم افتتاح نهضة العذراء. ربنا يعيد عليكم الأيام وأنتم في ملء النعمة والصحة والبركة، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.